من جلسات الحوار الوطني واليوم الثالث تنعقد جلسة الهوية الثقافية وجلسة الوصاية. نلتقي بالنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب الإصلاح والنهضة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الحوار الوطني عقد ما يقرب من 6 جلسات حتى الآن، كيف ترى الأجواء ومداخلات الأحزاب وكذلك التنسيقية؟ يعني أعتقد أن الحوار الوطني كما توقعناه هي فرصة تاريخية لشركاء الوطن اللي دعا عليها السيد الرئيس ان احنا نقعد كلنا على طاولة واحدة ويبقى فيه مساحات مشتركة فعلا نشوف ايه التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية في كل الأصعدة، سواء محور سياسي او محور اجتماعي او محور اقتصادي، في ظل احنا دلوقتي في مرحلة فارقة للانتقال لجمهورية جديدة والتحديات الإقليمية والعالمية اللي بتواجهنا. انا شايف يعني إدارة، بوجه الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني والإدارة الحوار الوطني بشكل كبير وكل من ساهم في إخراج تلك الجلسات. يمكن النهارده ثالث يوم، احنا شايفين المساحات اللي بتتعطى لكل المشاركين انه يبدي آراءه بلا خطوط حمراء فيما لا يتعدى النصوص الدستورية، لان الدستور هو الحاكم لكل القوانين والعلاقات داخل الدولة المصرية. شايف كله بيقدر يوصل وجهة نظره، شايف ان الآراء كلها متكاملة، يعني بعض الآراء بتطلع من الجلسات لإيجاد حلول واقعية قابلة للتطبيق. نقدر نقول إنه حزب الإصلاح والنهضة كان ليه دور ومشاركات في جلسات عدة، ماذا عن أهم الملفات اللي تقدم بها للحوار الوطني ولا سيما هوية وطنية أو وصاية؟ يمكن إحنا يعني الحزب تقدم بالعديد من الملفات في كل المحاور. كان لنا في أول يوم يمكن السيد رئيس الحزب وضح رؤية الحزب فيما يخص قانون المجالس النيابية وما هي القائمة أو الطريقة الأنسب للانتخابات، وكان يمكن كان مشاركين لنا زملاء في الجلسة الأخرى اللي كانت خاصة بالتعاونيات. ويمكن كان لينا في تاني يوم برضو قدمنا ملفات في تطوير السياحة المصرية وكان مشارك فيها بعض أعضاء من الحزب، واليوم بيشارك بعض الزملاء في ملف الهوية الوطنية، ودي مهم جدا في المحور الثقافي لأن الاعتزاز بالهوية الوطنية دي أحد يعني عوامل الأمن القومي المصري، ودي بتساهم بشكل كبير للتماسك المجتمعي. ماذا عن مشاركات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات اليوم؟ يمكن اليوم التنسيقية مشاركة في الجلستين، سواء جلسة الهوية أو جلسة الوصاية على المال، ويمكن التنسيقية يمكن واخدة على عاتقها المشكلة المجتمعية اللي بتخص الوصاية على المال، وفي زخم في المداخلات اليوم من أعضاء التنسيقية. يمكن كان في الشق التشريعي زميلتنا النائبة إيمان الألفي تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون 119 سنة 52 اللي بينظم الولاية على المال بتعديلاته، وكانت بتشوف ايه الجاب ما بين الاثر التشريعي للقانون الحالي مع واقع العمل. احنا بنتكلم على قانون عدى عليه اكتر من 70 عام من الممارسة، مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. احنا شايفين دلوقتي الأوضاع الاقتصادية وحالة التضخم العالمي اللي موجودة، فلو لم يتم استثمار أموال القصر استثمار آمن بعد فترة وصولهم للسن القانوني الأموال دي هتفقد قيمتها، وبالتالي كان وجب يبقى فيه تعديل تشريعي على القانون القائم، وده اللي تقدمت بيه زميلتنا النائبة إيمان ألفي وذكرته بشكل واضح في الجلسة. كان للتنسيقية مشاركة أخرى أيضا فيما يخص الإجراءات، لأن احنا عندنا شق وتوصيات أخرى عن تبسيط الإجراءات وإيه أهم المعوقات اللي بتواجه الوصي على المال، سواء في إزاي ندخل أعمال الرقمنة في تقديم الطلبات بالضبط لتبسيطها، ازاي يبقى في حد ادنى للحالات الطارئه في حاله دخول المستشفى واحتياجه العمليه، بدل ما الاهل او الوصي يروح يستلف فلوس عشان يدخله يعمل عمليه. نتكلم ازاي يبقى في فصل ما بين النيابات الاسره الخاصه بالولايه على المال عن النيابات الاصليه عشان الحاله النفسيه الطفل ما يخش يشوف مجرمين وخلافه، ازاي يبقى في رد بوقت زمني على الطلبات اللي بتقدم سواء في الحاجات اللازمه للدراسه وخلافه. فاحنا تناولنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين الموضوع بشقين، الشق القانوني والتشريعي، ازاي يبقى في بنيه تشريعيه
تحل المشكلة القائمة والشق الإجرائي والإجراءات اللي احنا محتاجين ان الدولة تتخذها من خلال وزارة العدل او النيابات المختصة علشان نبسط ونسرع الإجراءات لتسهيل حياة القُصر اللي هم يعتبروا يعني بلا ولي طبيعي. شكرا لحضرتك ونأمل ان تثمر هذه التعليمات.